تحية لكم وشكرا لهذا الموقع الرائع اللي كيخلينا دائما نتعرفوا على الجمهور ديالنا ونقول لهم حصرياتنا. بالنسبة للمجيء البلجيكا هو الأونفيرس تحديدا كان هو حضور فاشن شو. الحمد لله جينا وتعرفنا على الجالية المغربية وكانوا سعداء وكنت سعيدة لأني كنت معهم في هذا اليوم سعيد. غير أنني ضيفة شرف هذا الفاشن شو قدمت أغنية مغربية بعنوان ولف خبارو الجالية المغربية وكذلك تعرفنا على مجموعة من المصممات وشفنا مجموعة ديال القفاط المغربية اللي كتختلف من ذوق الآخر والحمد لله يعني كان كل شيء رائع. بالنسبة للقفطان اللي كنت لابسة اليوم هو من تصميم الرائعة شيماء زايست اللي كنشكرها جزيل الشكر هي والبنية ديالها شيماء وهند اللي كانوا متألقات وإلهام كذلك اللي شاركت وبدعت اليوم درنا لها الرياضة. اللبسة كانت رائعة وكنشكرهم على وقوفهم معايا هنا سواء في المغرب أو سواء في بلجيكا أو أي دولة كنلقاها حاضرة معايا كنشكرهم بزاف. وكما قلتي القفطان لقى واحد البصمة كبيرة وكاع الناس انبهروا في القاعة بهذا الفستان اللي كان رائع يعني كله من البيت وكان تقليدي 100% وهذا مرصع بأحجار ولؤلؤ فهذا شيء كان رائع وأنا كنت سعيدة لأني نلبس من عند المصممة اللي كتعجبني بزاف صراحة. القفطان المغربي ما شاء الله وصل العالمية ولاو الممثلات ملي كيجيو المهرجان السينما في المغرب او هذا كيجيو وهما كلهم مهيئين انهم يلبسوا قفطان مغربي يعني ما بقاتش ديك لاغوب سواغي يعني ولا عندهم القفطان المغربي هو شيء رئيسي. زياده على هذا انا كمغربيه وكسفيره لبلادي في مكان اخر دائما كنكون حريصه على انه يكون في جل الحفلات القفطان المغربي باش الناس الاخرين كيتعرفوا على ثقافتنا وكيتعرفوا على الزي ديالنا الرئيسي التراثي وكينال اعجابهم ودائما وليت ما شاء الله فين ما كنمشي لمناسبات خاصه او احياء حفل كنلقى الناس حتى الا كانوا اجانب لابسين القفطان المغربي وشيء كنفتخر به طبعا. تحضير الالبوم المغربي ان شاء الله هو من انتاج محمد ترك. جل الاغاني غادي تكون ان شاء الله من كلمات محمد الادريسي الحان محمد الرفاعي وتوزيع يعني مجموعه من الموزعين صراحه مهند خضر وكاين ملحن والكاتب توفيق المغربي يعني مجموعه من الشباب محمد الشرابي ومن ضمنهم غادي تصور ان شاء الله اغنيه وطنيه على المغرب وعلى سيدنا الله ينصره صاحب جلاله محمد السادس اللي كان وجه له تحيه كبيره. غتكون اغنيه وطنيه غادي تصور في المغرب في مراكش ان شاء الله وغتكون مع الشاب اللي انا سعيده لانه عندنا شباب كثار في المغرب ما شاء الله مبدعين كانور المير مخرج جديد على الساحه الفنيه فان شاء الله يكون ابداعات كبيره. زياده على ذلك كاين اغاني كلمات مغربيه والحان متنوعه فان شاء الله ينال اعجاب الجمهور وان شاء الله ديو مع الشاب
حاتم عمور اللي كان نوجه له تحيه، ومجموعه من المهرجانات ان شاء الله، منهم من ضمنهم مهرجان موازين اللي غنكون حاضره فيه، وغتكون اطلاله جديده ان شاء الله، وطابع كما كتعرف بصمه يعني واحد لاتوش ديال شيماء اللي غادي تكون حاضره ان شاء الله في موازين. يعني الاعلام المغربي ما شاء الله، وحتى انا بعيده كيوصلوني دائما، كيوصلني لي جورنال جرائد دائما كيوصلوني، فيهم ضروري اي حاجه نزلتها جديده في مواقع التواصل كنلقى دائما كاين واحد التفاتة للفن ديال دنيا باطمة، وشنو كتقدم جديد، ها دنيا مشات هنا، دنيا رجعت هنا، عندها الجديد ديالها الجمهورة، وهذا شيء صراحة دائما كيخليني متقربة من الجمهور ديالي، وكنشكر الصحافة المغربية كاملة صراحة. ما شاء الله يعني كاين عدد كبير من الجالية المغربية هنا في بلجيكا، وتقريبا اكثر من نص ديال بلجيكا ولات مغاربة، وانا سعيدة لانه امبارح كنت خارجة ومع شباب مغاربة اللي كنحييهم، حمزة وفاروق اللي عرفونا اكثر على جمالية بلجيكا، وتلاقيت مع الجالية المغربية ما شاء الله عليهم، يعني كنعرفوا المغاربة كلهم الناس ديال الكرام، وكانوا سعداء جدا باللقاء ديالي. اول مره كانت اطلاله على بلجيكا، وما ما خابش الامل ديالي، لقيت الجاليه المغربيه بالانتظار، ولهفه كاينه الفنان المغربي، وشيء كنت افتخر به طبعا، واكيد هذه ماشي اول مره غتكون. طبعا شيء فكرت فيه هو كيبقى واحد الفقر في كيفية التواصل مع الأشخاص اللي كتقيم هذه الحفلات، يعني مجموعة من الناس اللي كنتلاقى معهم كيقول لي ما كانش عندنا كونتاكت ديالك باش نتلاقاو معك، فالكونتاكت كاين على الانستغرام ديال الزوج ديالي وإدارة أعمالي، فأي أحد بغى يتواصل معايا أكيد غتكون الجالية المغربية سباقة أنني ندير حفلة لهم هنا. اللي بغيت نقول هو اولا كنشكر جزيل الشكر اميغو 24 اللي كيوصلنا دائما حصرياتنا للجمهور ديالنا، وبغيت نقول للجمهور ديالي انه قبل الالبوم غادي تكون ان شاء الله اغنيه ديو بيني وبين ابنه الزوج ديالي والفنانه حاله ترك، غيكون حصري ان شاء الله، وحنا نزلنا برومو كان نال اعجاب الجمهور ان شاء الله، فكنقول لهم كنبغيكم بزاف، ودائما تسناو حصرياتي وجديدي واعمالي المغربيه والعربيه بصفه عامه. شكرا.